السلام عليكم يا جماعة. سؤال بيجي في بالنا كتير قوي، هل سكر الفاكهة مضر؟ هل كم كمية أكل الفاكهة وأكل الفاكهة قبل النوم، أكل الفاكهة في الفطار؟ في ناس بتقلق من كمية أكل الفاكهة، ليه؟ لأن الفاكهة برضو فيها سكر. خليني أفهمكم حاجة، السكر العادي اللي احنا بناكله، السكر المعالج كيميائيا اللي الناس بتحطه على الحلويات واللي بيتحط، اللي هو السكر في صورته البيضة، ده السكر متاخد من قصب السكر، ومتاخد حتى لو متاخد من الفاكهة، متاخد من ايا كان مصدره، فهو معالج كيميائيا ومتشال منه كل الفيتامينات والمعادن وكل حاجة مفيدة، ونرجع ناخد الفيتامينات والمعادن في صورة حبوب. فالفاكهة احسن صورة نقدر نساتسفاي حتة ان احنا نفسنا ناكل حاجة مسكرة وفي نفس الوقت كلها فوائد. كمان يعني يا ريت الفاكهة ناكلها زي ما هي بالالياف بتاعتها، يعني برتقال ناكل البرتقال احسن بكتير ما نشربه في عصير، لان احنا بناخد كمية عالية جدا من السكر مركزة. فمهم قوي نكون فاهمين ان السكر بتاع الفاكهة هو، او لما بناكل فاكهة فانا باخد فيتامينات ومعادن والياف فيها سكر، ده مختلف تماما عن ان انا باخد حاجة مسكرة. يعني مثلا للستات، وده اللي بيفرق معاهم جدا، احنا قلنا انه اكل السكر العادي بيأثر على ظهور التجاعيد وعلى تكسير الكولاجين وعلى جفاف البشرة، بيتسبب في جفاف للبشرة. العكس تماما بيحصل لما بنبدأ ناخد السكر في صورة فاكهة، بنلاقي بشرتنا مشرقة اكتر، بنلاقي التجاعيد بيتم تأخير ظهور التجاعيد، وحتى لما بتظهر ما بتبقاش عميقة وقوية والبشرة تعبان. فقد ما نقدر ناكل نبعد عن السكر في صورته اللي هو الابيض الباودر، وناخده في صوره فاكهه. ده كمان بيظبط عمليه الحرق عندنا، بيخلي الانسولين ما بيحصلش فيه البيك بتاعه الارتفاع اللي بتحصل دي، واللي بتتسبب في تخزين دهون وعدم حرق للدهون القديمه، وبتبوظ جسمنا تماما. قد ما بنقدر، كل ما بنظبط الدنيا ويبقى اللايف ستايل بتاعنا ما فيهوش حاجه مضره، احنا عارفين ان هي مضره، لازم نحاول قد ما نقدر ان احنا نقننها او نقلل من ان هي تكون موجوده. انا عارفه ان في ناس متعوده قوي وحاسين انه لا انا خلاص اتعودت، انا لما باكل حاجه مسكره بحس ان انا مبسوطه وبحس ان مودي حلو، انا نفسي في حاجه مسكره. واحده واحده يا جماعه الموضوع هيفرق. انا عن نفسي لما بيبقى نفسي في حاجه مسكره باكلها، بس كمية والتوقيت واخر مرة اكلت حاجة مسكرة امتى في اعتبارات كتيرة، لكن مش معقول ان انا ابقى ايه النهاردة عايزة اجرب ده وبكرة ده وبكرة ده وبكرة ده، لان في حاجات كتيرة قوي فيها سكر واحنا ما بنبقاش عارفين، واكل مطاعم كتيرة جدا مليان سكر واحنا مش عارفين، اغلب الصوصات مليانة، اغلب الجونك فود في نسبة عالية من الملح والسكر مع بعض، كل دي سموم بيضة على المدى البعيد، بتعمل تلف في الاعصاب، بتعمل مشاكل في الزهايمر، في سرطان، كل الحاجات دي لازم نخلي بالنا منها. بس أتمنى الفيديو ده يكون فاتكم، ومتشكرة.